وصلنا وصلنا لابن داوود، وصلنا في الأعالي. سلام ومجد، سلام في السماء ومجد، ومجد في الأعالي. مبارك 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 الملك الآتي باسم الرب. يا مليك المجد ادخل بيتك، فالجموع تشدو بالهتاف حولك. يا مليك المجد ادخل بيتك، فالجموع تشدو بالهتاف حولك. يا مليك المجد ادخل بيتك، فالجموع تشدو بالهتاف حولك. يا مليك المجد ادخل بيتك، فالجموع تشدو بالهتاف حولك. تفرش الثياب تعلن الثناء، تهتف أوصنا أوصنا. تفرش السعوف تدعو علنا، هو ذا مليكنا الوديع ربنا. هوذا مليك كي أورشليم، جمعك يصيح نصرنا غدا عظيم. هوذا مليك كي أورشليم، جمعك يصيح نصرنا غدا عظيم. يفرش الثياب يعلن الثناء، يهتف أوصنا أوصنا. يفرش السعوف يدعو علنا، هو ذا مليكنا الوديع ربنا. نصرك المجيد لاح للوجود، والجموع تشدو أوصنا لابن داود. نصرك المجيد لاح للوجود، والجموع تشدو أوصنا لابن داود. تفرش الثياب تعلن الثناء، تهتف أوصنا أوصنا. تفرش السعوف تدعو علنا، هو ذا مليكنا الوديع ربنا. ولما دخل يسوع إلى أورشليم، ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع، هذا يسوع، هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. وسمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائهم.
والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين كما هو مكتوب: مبارك مبارك الملك الآتي باسم الرب. والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا أوصنا لابن داود، أوصنا، مبارك الآتي، مبارك الملك الآتي باسم الرب، مبارك الآتي، مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا في الأعالي، أوصنا في الأعالي. هو ذا ملكك أورشليم، جمعك يصيح نصرنا غدا عظيم. هو ذا ملكك أورشليم، جمعك يصيح نصرنا غدا عظيم. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون: لا تخافي لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك، هو ذا ملكك يأتيك، هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. يا مليك المجد ادخل بيتك، فالجموع تشدو بالهتاف حولك. يا مليك المجد ادخل بيتك، فالجموع تشدو بالهتاف حولك. أنتم هيكل الله الحي، فإنكم أنتم هيكل الله الحي. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم. أنتم هيكل الله الحي. يا مليك المجد ادخل بيتك. نحن بيته وبيته نحن. يا مليك المجد ادخل بيتك. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. نحن بيته وبيته نحن. يا مليك المجد ادخل بيتك. ودخل يسوع إلى هيكل الله. أنتم هيكل الله الحي. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان.
نصرك المجيد لاح للوجود، والجموع تشدق صمغة لابن داود. نصرك المجيد لاح للوجود، والجموع تشدق صمغة لابن داود. تفرش الثياب تعلن الثناء، تهتف أوصنا أوصنا. تفرش السعوف تدعو علنا، هو ذا مليكنا الوديع ربنا.